العبد المنيب إذا سمع خطبة جمعة أو موعظة أو آية أقبل بقلبه على ربه جل وعلا وتذكر بها فانتفع. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مسجده عشاء في ظلام الليل وإذا بصوت قارئ يقرأ القرآن، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود يتلو تلاوة خاشعة في سكون الليل وظلامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن منيب، مؤمن منيب. العبد المنيب لا يجد أنسا في هذه الدنيا إلا إذا قام بين يدي ربه في صلاته، لا سيما في ليله يخلو بربه يجد قربه مع الله في صلاة الليل، يناجي ربه ويتلوه وينيب إليه. عباد الله، أنيبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم الموت، أنيبوا إلى ربكم، والله ما تجدون سعادة ولا طمأنينة إلا في هذه الإنابة إلى الله جل وعلا.